سأل أحد التلاميذ شيخا عن الحساب في الآخرة، فقام الشيخ من مكانه ووزع على طلابه شيئا من المال، فأعطى الأول 100 درهم والثاني 75 درهم والثالث 60 درهم والرابع 50 درهم والخامس 25 درهم والسادس 10 دراهم والسابع 5 دراهم، وأعطى الولد الذي سأله 1 درهم. شعر الولد بالتعاسة واهتم كثيرا لأن شيخه آثر رفاقه عليه. ابتسم الشيخ للولد وقال للجميع: يجب أن تنفقوا ما أعطيتكم قبل يوم السبت، وسيكون اجتماعنا يوم السبت في الفرن المجاور. في صباح يوم السبت تحلق الطلاب حول الفرن بعد أن أوقدوا الفران بانتظار وصول الشيخ. أقبل الشيخ مسرعا وطلب من الطلاب الصعود فوق بيت النار واحدا واحدا ليخبره كل واحد ماذا فعل بالمبلغ الذي أعطاه إياه. صعود صاحب 100 درهم إلى سطح بيت النار، وبالكاد استطاع الوقوف وأخذ يرفع رجلا وينزل أخرى من شدة حرارة الأرض تحته، وقال: اشتريت 5 دراهم سكر، و10 دراهم شاي، و10 و20 درهم عنب، و15 دراهم خبز. وهكذا أخذ يسرد ما اشترى بالمال وهو يرفع رجلا وينزل أخرى، ولم ينتهي إلا بعد أن تورمت قدماه وكاد يلفظ أنفاسه من شدة الحرارة والعطش. صعد الثاني وفعل مثل الأول، ثم صعد الثالث ثم الرابع، وهكذا حتى جاء دور الولد الذي أخذ 1 درهم، فصعد مسرعا إلى ظهر الفرن وقال: اشتريت ربطة بقدونس 1 درهم، ونزل من فوق الفرن ووقف أمام الشيخ منتشيا، بينما كان الباقي بين جالس ينفخ على قدميه وآخر يبردهما بالماء. توجه الشيخ نحو الولد بجانبه وقال: يا أولادي، هذا مشهد مصغر عن يوم الحساب، فكل إنسان سيسأل على قدر ما أعطاه الله. قصة لم أجد أروع وأجمل منها، واستنتجت منها لماذا يسبق حساب الفقراء الأغنياء يوم القيامة: اللهم اجعلنا من المعفى عنهم، وخفف عني وعنكم الحساب وشدته.